السلام عليكم. اليوم جيت نصاوب معكم واحد الكيكه ديال الحكاكه. هادو هما المقادير اللي عندي. غادي نبداو بسم الله. هنا عندي ثلاثه البيضات، نضربهم مزيان، كنزيد عليهم الفاني. هنا عندي جوج شاصيات ديال الفاني، شويه ديال الملحه، شويه هنا كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، كنعاودو نخلطوهم مزيان. حتى كنضربوهم مزيان هكذا يتخلطوا لينا. غنديرو الدقيق. انا راه عندي مغربل هنايا، غادي نشوف غير اللي غادي يكفيني. تقريبا هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق، ولكن ما غاديش نديرو كله. هي كتحتاج ديال 250 غرام صافي ديال الدقيق، هي اللي كتحتاج صافي. ندير هاد الخمارات، عندي هنا جوج ديال الخمارات، نحاولو نحركهم غير بشويه باش نجمعو. انا هكذا غادي نجمعها غير بيديا. صافي، هذا هو القدر ديال الدقيق اللي غنحتاج. غادي نجمعها غير هكذا كامله. هانتوما بعد ما جمعتها كتبقى بحال هاد الشكل هكذا خفيفه. انا غادي نقسمها على جوج، هذا غادي نديرو في المول، هادي غادي نديروها في المول بحال هكذا نخليوها، وهادي غادي نزيدوها شويه ديال الدقيق باش تقصح لينا شويه. حنا بغيناها تكون شويه قاصحه باش ملي نديروها في المجمد ما نحكوها غادي تحك لينا بسهوله، ما تعذبناش. داكشي علاش
من بعد ما درنا ليها شويه ديال الدقيق حتى تجمعات قصحت شويه، غنديروا ليها بلاستيكه بحال هكذا، نديروها في المجمد حتى تجمد عاد باش تقدر تحك لينا. دابا هادي غادي نديرها في المجمد حتى ان شاء الله تجمد عاد نرجعو. هادي هي اللي غادي ندير في المول بحال هكدا. انا المول درت ليه شويه ديال الزيت وشويه ديال الدقيق وصافي صافي، وغادي نقرصها مزيان. وحنا كنقرصو نطلعو الجناب هكا بحال هكدا هذا الشكل. غادي نجمد العجينه الاخرى ونرجع معكم ان شاء الله. دابا غندوزو للكريمه اللي غادي نديرو في هاد الكيكه. هنا عندي سيترو ديال الحليب، وهنا جوج معالق ديال كريم باتيسير، وهنا جوج معالق سنيده، هنا عندي الفاني. نبداو بسم الله، غنديرو سنيده جوج معالق، هنا عندي جوج معالق ديال الكريم باتيسير، سنخلطوها مزيان. هنا عندي جوج شاصيات ديال الفاني 15 غرام، من بعد ما خلطتهم مزيان غادي نشعل عليهم البوطة حتى يتقال عاد نحيدو باش نخويه في على الكيكة ديالنا. غادي نقلو البوطة وهو كيغلي وحنا كنحركو هكذا. من بعد ما تقالت الكريمة ديالنا كي كتشوفو صافي، دابا طفيت عليها، غادي ندوز هنا نخويها على هاد نخويها على الكيكة. وهذه هي حتى هي جمدت، غادي نغطيوها بهاد العجين اللي خليناه في المجمد، به غادي نغطيوها عاوتاني بحال هكذا. غادي نستمر بحال هاد الشكل هكذا، ها هي كي كتشوفوا. حتى نغطيها كامله هاد الكريمه ضروري تغطى كامله بحال هاد الطريقه هكذا. انا غادي نستمر حتى نكملها. هذه هي الكيكه ديالنا بعد ما كملتها، انا حكيتها كل هذاك العجين اللي بقى ليا كله حكيته. دابا شعلت الفران، والفران دابا راه سخن مزيان، وغادي نقص ليه ونخليها ان شاء الله 40 دقيقه ونرجعوا ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا بعد ما طابت، كيكه ديال الحكاكه
انتو كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا، كيجي زوين واقتصاديه ان شاء الله. علاش لا تجربوها، وكل واحد باش ما بغى يزينها، اللي بغى يزينها بالشكلاط يذوب الشكلاط ويديروا بحال الخطوط فيها، اللي بغى يدير ناباج انا درت ليها الكوفيتير، كل واحد وعنده الاختيار باش ما بغى يزين. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الكيكه اللي صورت معكم، وشكرا وخليتكم على خير، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.